والصلاة والسلام على رسول الله. عن الميجان هذه فيها مميز ديماريج في أول مرة، يعني ديماري أنا مرتين ولا ثلاثة. خدم يعني ما شفتوها كيف تعمل، عاود إنما تخدم إلا الضربة الثانية. طبعا المشكلة هذه الأغلبية تعملوا يعملوا الكابتن بتاع الأربعة كام، يعني الكابتن بتاع البومب اتش بي. تو باش نحلوا نبدلوه ونشوفوا كان إن شاء الله يكون منها الديفو ونرتاحوا. هاي هاي كلام نكمل معكم هيكل الباقي. طبعا تعرفوه الكابتير نتاع البومب اتش بي اللي هو سموه كابتير ارباك، فما نسميه كابتير ارباكام وفما نسميه كابتير بومب اجيكسيون، فما كل واحد يسميه. هو موجود نقطة تحت السيبور موتير هذاك اللي باش نحو هيك طبعا. نبدلوه نشوفوا. جبنا واحد داخل ها باش نجربوا بيه ونشوفوا الديفو منه هو ولا لا. هذا الكابتر القديم وهذا الجديد باش نبدلوه ونجرب. هذا الكابتر القديم وهذا القديم وهذا الجديد. نزعل البورة بعشرة هيك بسوها نفقدوا الخيط بس مقطع ولا حاجة.
طب جرب ديماري، نجرب الديماري ونشوفوا تتبدل. ايوا طيب الحمد لله لاباس، اخذنا من اول ضربه. هكا جربناها والد ديماري اشترى ضربة، ما عادش ديماري ما تخدمش توا، هكا والد تخدم اشترى ضربة ونكملوا عاد الخيوط ونكملوا كل شيء. الله يعينك. الله يسلمك. أحسن هدينا. السلام عليكم. كاش تاع الشيان، جيبو السيبور تاع Thank you.
كيك بسناه ركبناه في بلاستو، كل شيء يرجع لبلاستو. ها باش نعاودو نخدمو الموتور يمشي ولا يخدم ولا لا. الديفون تاعو الكابتير هذا ما يخدمش، هاكا سي معناتها تو بدلنا له كابتير، ولا امور واضحه يخدم شطر ضرب الموتور يخدم، وان شاء الله استفدتوا من العمليه هذه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.